ويا صباح الخير وصباح الانوار على احلى واغلى متتبعات صحباتي الزوينات يلي منورين ليا القناة. اي يا اختي كي دايرين؟ لاباس عليكم، تصبحوا وتربحوا. كنتمنى يا ربي كل وحده كتشوف الفيديو ديالي تكون بخير وعلى خير، صحيحه، المورال تكون هانيه ومرتاحه البال، هذا هو الاهم. اما كل حاجه كتجي دقه دقه بشويه بشويه، الحمد لله. على كل حال طمنوني على الاحوال ديالكم في التعاليق. هنايا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد روتين صباحي زوين، صباحي كاع داكشي درت فيه غادي نشاركه معكم. ولكن قبل كيف العاده نصليو على رسول الله باش ناخدو كامل الاجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانتم اختارين بعد ديالكم من الطاقه الايجابيه، راه غير هاد الخطوره تحلي عليها عويناتك راه كتعطيك واحد النفس جديد وكتعطيك الطاقه الايجابيه. راكم عارفين دابا المدون يا اختي سعدات، الناس اللي ساكنين في العروبيه وحق الله كتحلي عينك، عينك كتسرح. حنا المدون دار مقابله مع دار، كطلي من سرج ما كيبان لك سرج من واحد اخر ديال ناس وحدين اخرين، شي مسطح معاشي باش بحال ملي كتحل يا اختي. كنحاولوا مهم ديروا كشويه ديال الخضوره، داكشي باش كننصح كاع البنات، ديري اختي غريسات في السريج مات، ديريه في البالكو، ديريه في السطح، طلعي غير للسطح وسقيهم وانت هي فرحانه، هضري معاهم، تحدثي معاهم علاش لا. المهم البنات كيف كتشوفوا هاد الغريسات هادو هما اللي شاركتهم معكم، ماشي غريسات. البارح الفيديو ديال البارح فاش كنا مشينا للبيبينيير كنت شاركت معكم داكشي اللي عندهم تبارك الله غزال. ها هي الشيبه اختي اللي شريت، عم نعمر منها اتاي، شريت الشيبه وخديت واحد الغريسه واحده اخرى، خديت غير جوج، اما الباقي البنات كلشي راه عندي. خديت الشيبه كي لكم واحد الغرس واحد اخر، ودوك لي بو اللي جايين في البيستاج هما اللي خديت. صراحه جو جلبيض مع البيستاج عاطي واحد اللوين زوين، وخصوصا فزت اليوم هذا الحجر، حيت هذا الحجر كان عاجبني وكنت كنمشي كالمرجان ولا ما كنلقاهش. وهذا البنات عرفتو كاين واحد بحال الديبو ديالهم ولا واحد البلاصه هنا في الصخيرات، كاين واحد بحال شركه ولا ما عارف محل كبير كيبيعوا فيه غير هذا الحجر، هذا الانواع والاشكال ديالو. المهم هذا خاص بالغريسات، عطاه ليا خديته وصافي درتو هنايا، استفتو حتى هو عطى دويكر وعطى منيضر. وحتى فاش كطيح الشتا بحال دابا الناس اللي كيحطوا الغريسات هكا في البالكون ولا مثلا هكا في السرج، مكطيح الشتا داك التراب كيبقى يترش على الزاج وكيبقى بحال كيتغيس وكيتطبع، ماشي بحال دابا ملي كديري الحجر كيطاكي وفي نفس الوقت قلت لكم كيعطي منيضر. وانا راني كنحماق البنات على الغرس وكيعجبني نحل عويناتي عليهم ونصبح عليهم حتى هما وناخذ منهم شويه ديال الطاقه عاد ندخلو اختي الاشغال ديال الدار اللي ما كتساليش. والحمد لله على هاد الحياه يا ربي. صافي هنايا كيف العاده، حيت هذا الصباح بكري يا البنات، دخلت نصايب الفطور ديالي. هنايا تشهيت قهوه كحله مع الشبه بالعشوب، راه قهوه كحله ما بقاتش ليا، راه بقاو لي واقيلا جوج تعميرات وصافي، وانا ولفت هذه القهوه هذه. العشوب خلاص مازال ليا، القهوه اللي ما بقاتش ليا. المهم خصني نشري شي قهوه تكون مزيانه، حيت صراحه القهوه الا كانت نوعيه مزيانه راه كتعطي فرق في المذاق، وحتى الريحه ديالها كتكون زوينه، وحتى في المذاق كتحسي براسك نيت كتشربي القهوه. كاين شي قهوه ما كتكون صراحه عيانه، اللي كتعرف بالمناسبه اللي كتعرف البنات شي ماركه ديال شي قهوه زوينه تقولها لي، حيت انا هذه كتجيبها لي صاحبتي اللي قلت لكم لا لي كتمشي لبني ملا. دابا راه ما عرفتش عندها شي مشيه ولا لا، المهم هاد الساعه راه كاينه هنا نشريو القهوه على ما تكون عندها شي مشيه وتجيبها لينا. ايوا درت اختي واحد كويسه كديال القهوه، راكم شفتو هو هذاك، هذيك راه ما تحقروهاش، هذيك راه فيها ثلاثه ديال الكيسان، هذيك اللعيبه اللي درت فيها ديك الكواسرينه ديال الاينوكس. كتسولني شحال خديتها، واقيلا خديتها ب50 درهم دقيق للبنات، وكطلع القهوه على الخاطر صافي كنخليها كتغلي على العافيه مهيله صافي، حتى كتبقبق وتعاود عاد ديك الساعه كنطفي عليها. صافي هنايا خديت هاد القراش لهادو اللي راهم عندي، جبتهم من الثلاجه. صراحة تشهيت الحلاوة والله، هاد الصباح تشهيت الحلاوة، شي صباح أو تاني ملي كيصبح راسك كيحرقني، ما كتعجبنيش الحلاوة، ما كنحملش شي حاجة سميتها الحلاوة تحطها حدايا ما ناكلهاش، وأنا من النوع اللي كتعجبني السقاطة، ولكن إلا كنت هي هاديك كيعجبني أختي الحلاوة. تشهيت هاد القريصات هادو ندير فيهم الشكلاط ونسخنهم بريصيهم هكا شوية في البانيني ونفطر بهم مع قهوة كحلة. وكي قلت لكم شي مرة كيعجبني اختي الزيت البلديه مع الفرماج او الزبده البلديه، مهم تنوع وصافي. ايوا اختي غادي ننوعو ننوعو حتى في البلاصه اختي، الواحد هو اللي يستغل دارو كامله ويجلس فيها.
تيهيتي صالون، عندك صالون بلدي وزوين اختي وكبيره ومفرشه، ما عاد كي داير، سيري اختي جلسي فطري فيه، كولي فيه، تشهيتي تغدي فيه، تغدي فيه، تشهيتي معينات زوينين تحطيهم لوليداتك، هما الاولين يتمتعوا في رزقهم، والتانتي يا اختي ما تحرمي راسك من حتى شي حاجه، الدنيا راه فايته، الضيف راه كيجيو مره مره، وفاش يجيو عندك يخرجوا يهضروا فيك لا واه ناقصه هادي لا واه زايده هادي، المهم الواحد يبدل العقلية شوية ويعيش حياته. كي قلت لكم راه اليوم الدنيا وغدا الاخرى، وهنكمل فطوري ونرجع معكم. والبنات قبل ما غادي نوض نكمل اختي معكم الروتين والشهيوات والحداقه ديال هذا النهار، ضروري نبارطاجي معكم لا كومونت ديالي. الشهر اللي فات ما بارطاجيتهاش معكم، كانت جات مع العطله وكنا مرضى وكانت عندي ماما، ما دازت عندي واحد الشهر مخربق ودوزت لا كومونت معطله. اما انا اكيد اختي مازال فطوري في الارض، واخا ما بارطاجيتش معكم لا كومونت راني هضرت لكم عليها وقلت لكم اللي بغات تدخل معايا للجروب كديرها مسابقه للبنات بصح صحتهم وراحتهم. كاين اللي خدا سبيراتور، كاين اللي ربحت العجانه، كاين اللي ربحت الفران، كاين اللي درنا عرفتي واحد المسابقه واعره. والحمد لله ملي كنشوف الناس اللي نتوما نيت متتبعات صراحه، راه اوفلا معايا فيها غير المتتبعات ديالي، كيفرحوا بدوك لي كادو حتى انا كنفرح، ويستاهل الصراحه يستاهل، حيت كل وحده كتخدم اكيد تستاهل تستاهل الجزاء على ديك الخدمه ديالها. وحاجه اخرى اللي كادو اللي دايره اوري فلام، حيت انا دايره في الجروب ديالي انا والمديره، راني شرحت ليكم كنعطيو واحد المبلغ بطبيعه الحال الصالير ديالنا كل شهر كناخذوه من اوري فلام كنحيدو منه واحد المبلغ انا والمديرات اللي كنتخلصوا. تبارك الله تما كانوا غير متتبعات، وكنشريو دي كادو وكنديرو كمسابقات للبنات اللي معايا في الجروب، وكنحفزوهم على الخدمه وكل وحده كتاخذ الكادو ديالها، وداك الشيء بشفافيه وكيدوز قدام عينيهم. بالنسبه للي كادو اللي دايره اوري فلام كانت دايره الشهر اللي فات، وغادي نستافد من الناس من هذا الشهر هذا، هو ديال الفريتوز. ومهم كنديرها دي كادو زوينين داك الخلاط. تقولوا لي علاش انتي ما خديتيهمش؟ بالعكس البنات انا وليت لي كادو ديال اوري فلام، حيت كيف لكم كندير واحد المبلغ وكناخذو للبنات، ولينا حتى دوك لي كادو اللي كنستافدو منهم حنايا بدورنا كنعطوه للبنات اللي خدامين معنا في الجروب اللي الله باديات وشويه بشويه عليهم، كندير لهم حتى هما هادوك لي كادو. اي كادو دابا شديتو انا كنسيفطو للبنات اللي معايا، مهم على حساب الخدمه ديالها بصحتهم وراحتهم، داكشي مابقيتش كنبارطاجيهم معاكم. كنصيفطهم للبنات بصحتهم، هذا ما غيخلينيش نصور سير لهي. واللي بغات تلتحق بالمجموعه ديالي رانا كنقول لك اوري فلام راه ما عمرك تندمي عليها، غادي يولي عندك صالير شهري اللي ما عمرك حلمتي به، اكيد غتبداي شويه بشويه وانتيا طالعه غادي تولي مبرعه في الروايح، تبرعي راسك في لي كريم، المهم داكشي اللي كنحتاجو حنا العيرات، وزيد عليها معينات كيكم راه كل شهر كدير لنا معينات. وبلا شي حوايج ما كيكونوش البنات في الكاتالوج، راه عرفتوا شي حوايج كيكونوا في داك في الميني كاتالوج، كيكونوا في العروض ديال الانترنت، راه شي حاجه واعرين كيديروا فوطات، عرفتوا هذا الشهر صبنا واحد الفوطات فنين. مهم كي قلت لكم كيكونوا شي حوايج اللي ما كيكونوش في الكاتالوج، الناس كاين اللي كتحكم على اوريفلام غير من الكاتالوج، ما كتشوفش شنو اللي من خارطه هي اللي كتعرف شنو كاين من غير الكاتالوج، حيت كيكونوا شي حويجات البنات اللي زوينين وكيستافدوا منهم غير الناس اللي مسجلين. المهم انا باش ما نطولش عليكم الهضره، اللي بغات تخدم معايا وتلتحق بالجروب ديالي غنخلي لكم في اول تعليق في صندوق الوصف، تلقاو البنات اللي هما كي قلت لكم متتبعات غيستقبلوكم وغادي يسجلوكم، ما تخافوش من لاكارت، ضروري خص تكون عندك لاكارت ناسيونال، حيت لاكوموند غتبقى تجيك في العنوان، وان شاء الله فاش توصل الخلصه الشهريه غتبقى غيكون عندك الكونت ديالك في البنكه، غتولي ديري عندك البطاقه ديال البنكه، غتولي عندك البطاقه ديال المقاول الذاتي، غادي تولي مكونه ذاتك. وهذا الزمان الصراحه باغي العوين، ما باغاش لي وحده اللي تجلس وتشرب، واللي عندنا راجلها وميسر لي والله الا الناس كيخدموا معانا وحق الله زعما نساء ميسورات وخدامات والحمد لله، حيت اوري فلام زوينه صراحه شي حاجه اللي هي واحد الخدمه اللي هي زوينه، واهم حاجه غير من دارك راه الاجتماعات وكلشي كنديرهم غير من الدار، ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هذا الشيء. انا اللي عليا هو غادي نشجعكم والجروب ديالي اللي دخلت ليه راه ما غاديش تندم عليه، اكيد غتوصل دقه وبدقه ان شاء الله. علاش لا؟ علاش اللي قبل منك وصلات؟ علاش انت ما توصليش؟ كاين اللي داخله في جروب غلط، كاين اللي كطيح في شي بلا ما نسمي، ولكن حنايا كنخدموا الحمد لله وبضمير، وكنزيدوا شحال من حاجه من عندنا، كنوريكم حتى الطريقه كيفاش تخدمي وتزيدي تطوري راسك، حتى البنات اللي كيدخلوا عندي باش كيتقيدوا
اقسم بالله ما كنقيدهم مسافين عليا، راه كناخد انا وكياخذوا بناتي وحنا غاديين شي فشي. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم بالنسبه لاكوموند غادي نشاركها معكم، واعره بنات الكوموند ديال هذا الشهر شهر واحد. لي كاتالوج غنشوفوا، شوفوا شحال ديال لي كاتالوج كاينين. ها هما دول البنات لي كاتالوج باش كنخدموا عليهم. دابا هما عاطينا الكاتالوج ديال شهر جوج. اول حاجه البنات اللي غادي نشاركها معكم شي حاجه اللي هي واعره بعدا، اوريفلام هذا الشهر هذا دايره دوبل في اي بي. كنستافدوا غير من في اي بي واحد، ولكن دابا هذا الشهر دايره دوبل في اي بي. اول في اي بي استفدت منه انا هو هذه ديفين. ها نتوما هذه الريحه هذه البنات، شوفوا كيفاش دايره، شوفوا كيفاش دايره، غير الغلاقه ديالها كتحمق. ها نتوما عرفتوا واعره في الحمر. بالنسبه للثمن ديال هذه دايره 550 درهم، 11000 ريال. بشحال خديتها انا؟ خديتها ب 49 درهم. ايها البنات شوفوا شحال ديال الفرق. دابا البنات اللي عندهم هذه وبغاو يعاودوا فيها البيع، راه ما غتبيعهاش بطبيعه الحال ب 11000 ريال، غديري مع اللي غتشريها منك زوين حيت في الكتالوج دايره 11. وهادو راه ما كيكونوش في الكتالوج، قلت لكم شحال من حاجه ما كتكونش في الكتالوج، كتكون غير الناس كتبان غير الناس اللي مسجلين. ما غاديش تبيع على ب 11، تقولها انت في الكتالوج دايره 11 وغتبيعها بثمن زايد على عاوتاني 49 درهم، اكيد غتبيعها بثمن اللي هو طالع على الاقل، على الاقل واحد 200 درهم الا درتي معاها مزيان مزيان. علاش؟ حيت هذاك ربحك، هذاك الربح ديالك اللي كدير لنا اوريفلام هادشي باش كنربحو. ها نتوما هادي البنات واعره، ولكن صراحه انا خديتها ليا حيت انا كاع الروايح اللي عندي، كاع الروايح البنات اللي عندي كناخذهم غير من الفي اي بي، حيت كناخذهم 49 درهم وحده. والله الا واحد المره الا واخداها غير ب 9 دراهم. هادي حتى هي ديال الفي اي بي البنات، هادي دايره 7000 ريال، 349 درهم، كتبقى 59 درهم. هادي 49 درهم وهادي 59 درهم، ولكن هادي واخا ما عنديش عطيتها هادي، خداتها من عندي واحد صاحبتي حيت صراحه كتقدم عندي كل شهر كتاخذ من عندي كوموند وبغاتها. صافي قلت ماشي مشكل، خداتها ب 59 درهم بصحتها وراحتها وشي ريحه اللي هي واعره، داكشي باش ما بغيتش نحلها. المهم هادو هما ديال الفي اي بي، وكاينين عرفتوا البنات دايرين غير جورداني، دايرين غير الروايح الواعرين في الفي اي بي ديال هاد الشهر هذا. اللي بغات البنات تاخذ شي حاجه غتدخل لاوريفلام، كي قلت لكم غتدخلوا للجروب ديالي وغادي تعرفي الطريقه كيفاش تقضي وكل شيء. بالنسبه لهاد الكريم هادو من احسن الكريمات اللي جربت انا ديال اليدين، خديت واحد شريت واحد وواحد فابور. ها نتوما هذا واخده حيت انا اصلا كيحمقني هاد الكريم، من احسن الكريمات ديال اوريفلام، كيرطب واحد الريحه ما نعاودش ليكم. وهذا ممكن نبيعو، بشحال ما بعتو رابحه، بشحال ما بعتو رابحه. شوف البنات غير انا بقى نحط لكم نتوما شوفوا شحال ديال الربح. نزيدكم حاجه اخرى، دايرين لنا هاد الريحه وهاد الديودورون ديال هاد الريحه ديال الرجال اكلا اللي كدير 7000 ريال، وهذه تقريبا كديروا 130 ولا 150 ما عقلتش بالضبط. تصوروا واخداهم بجوج 169 درهم، 169 درهم غير في الكتالوج، اما انا واخداهم واقيلا ب 130 درهم ما عقلتش، حيت كل برودوي كتاخذيه في الكتالوج كتربحي عليه 30%. هادو 169 درهم في الكتالوج وانا واخداهم بقل من الكتالوج وبجوج البنات. وحق الله هادو صراحه خدات واحد صاحبتي قلتها لها حيت كانت موصياني وعندي عزيزه ماشي مشكل، بعتها لها اللي بغاتها لراجلها. قلت لكم راه غتبيعيها، تبيعها بثمن الكتالوج كتربحي فيها 30% ديالك. انا تقريبا خديتها بشي 130 ما عقلتش بالضبط، وهي دايره 169 درهم، وهادو راه دايرينهم غير في واحد العرض في الكتالوج. حاجه اخرى البنات اللي هي هاد اكلا، هذيك راه بحال هذه غير هذيك الدرجال وهذه العيالات، هاد اكلا ديال العيالات حتى هي بجوج بهم 169، راه عرض واعر. هذه بوحده دايره 7000، وهذه راه دايره ما كرهتش بالضبط شحال دايره 150 درهم ولا. كريم ديال الجسم واعر 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 بزاف، حتى هادو مبيوعين البنات بجوج بهم. داكشي باش ما حليت لهمش البلاستيكات. قلت لكم هذه واحد الكريمه ديال الجسم فنه، والريحه ديالها كتحمق حتى هي، راه ديال واحد السيده. وشنو اخر عندي البنات هنايا؟ هادو ديال لوف بوشن جوج، حتى هما راهم هادو كوموند ديال واحد السيده، حتى هما ديال مولات هاد الريحه اللي قلت لكم صاحبتي كل شهر كتقدم عندي. شامبوان خديتو ليا انا، شوفوا شحال كبير صراحه، لقيتو كبير كناخذ الكري ديالو عطي صغير، هذا كبير البنات ودايرين فيه حتى هو برومو. شوفوا دايرين لنا هاد الرويحات اللي كاينين في الكتالوج الجديد، كيعطيوك الشونتيون، شوفوا هما راه قريعات هنايا، هاد جوج راهم قريعات، كتشميهم ديك الساعه الا عجبوك كتعطي الناس اللي كتعرفي، ماشي الا عجبتهم الريحه كيشموها حسن ما غير يشوفوا الصوره ديالها وصافي. صافي البنات هادشي اللي بقى ليا هنايا تقريبا كله ديال مالي، هاد الشيء
الشيء هذا اللي كتشوفوا هنا خديت انا بعدا هاد الغسول ديال الوجه ديال نوفاج سالا ليا ما بقاش، باش كنغسل وجهي في الصباح وفي الليل زوين متبع. انا كتعرفوا لاكام ديال نوفاج هي اللي متبعه. بالنسبه لهاد الفي خديتها ماشي ليا انا، عندي خديتها كادو البنات. شوفوا عرفتي هادي كتقدميها كادو، راه شي حاجه اللي هي راقيه وزوينه واللي عطيتيها لها غتفرح بها. خديتها بواحد الثمن اللي هو بسيط، ولكن كي قلت لكم هي راه غاليه، ولكن انا خديتها بثمن رخيص، راه كاينه في الكتالوج لهاد الشهر ناقصين فيها. خديتها كادو. صافي هادشي اللي بقى ليا البنات هنايا، كره مهم قموم ديال ماليها، خديت شي زيت السنان ودواء السنان. وهذا حتى هو ديال مولاتو، هذا البنات جورداني. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على شي قلم زوين باش كتكحلي، راه كنكحل بهذا بخمس ديرهم عندي. غير واحد صاحبتي سولاتني شفتو عندي في عيني وحمقها وقالت لي بغيتو وخديتو لها هذا الشهر. هذا دايرين فيه ثمن زوين. ها نتوما البنات عرفتو كيكحل واعر، والتكحيله ديالو كحله وما كيتجلخش. البنات اللي كيسولوني على الكحول باش كتكحلي، هو هذا كندير الكحول البلدي، ولكن كندير حتى هذا واعر البنات فن جورداني. ايوا صافي كانت هذه، صافي هادشي اللي كاين. هذه هي لا كوموند ديال هاد الشهر، كنتمنى تعجبكم وتشجعوا تنوضوا اختي تخدموا على راسكم. البرد هذا يمشي ولادك للمدرسه وديري غديوتك، جمعي دواتك وجدي التليفون، استردي منه ما تبقايش داك التليفون من هي به في الخوا، الخاوي خليه يرجع لك بالنفع وبالصبر وشويه بشويه ان شاء الله حتى انت تتولي تتولي زعما عندك الماندا ديالك. وصافي هنايا دابا غادي نجمع ليها الدروينه هذه حتى العشيه ان شاء الله عندي كل حاجه نديها لماليها وندخلوا للكوزينه باش نوجد معكم الغديوه ديال هاد النهار. ودابا غادي نشارك معكم واحد المريقه ديال القوقوج الجلبانه، اللحم بالقوقوج الجلبانه، كتجي البنات خطيره لذيذه بزاف. غنشارك معكم الطريقه ديالي، اكيد كل وحده راه حدقه فطرها ولكن كل وحده الطريقه ديالها. المهم البنات الوقيته ديال القوق دابا والجلبانه نستغلوهم، راه كل حاجه عندها الوقيته ديالها. ما كيخلينا مديك خزن خزن كل حاجه ناكلوهم نشبعو منها فوقيته في الوقت ديالها ونستافدو منها احسن داك الفريغو. المهم هنا خديت الكوكو درت فيها نص كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، درت عليه القياس ديال اللحم اللي بغيتو، عندي هنايا الغنمي، ودرت شويه ديال الملحه والابزار وسكينجبير والخرقوم. بالنسبه لهاد العطريه اللي كتشوفوا دابا كندير هذا العطريه ديال اللحم، الا عندكم ديروها، ما عندكمش كتستغناو عليها. انا هاد العطريه ديال اللحم كيعجبني فوق ما نطيب اللحم كندير واحد شويه كتعطي واحد البنه زوينه. زدت واحد ثلاثه الضريصات ديال الثومه حكيتهم في الحكاكه الرقيقه صافي، وكنخلط هاد الشيء كامل مزيان، الزيت مع الثومه الملحه سكينجبير الابزار الخرقوم وشويه ديال العطريه ديال اللحم، وعاد كندير على البوطه على عافيه متوسطه، وكنبقى نقلي واحد شويه بعد هذا اللحم فهاد العطريه وهاد الزيت هذا غير واحد شويه. نتوما شوفوا البنات حتى كنحس بداك اللحم تلبس مزيان بديك العطريه وبداك الزيت. عاد غادي ندير واحد البصله، بالنسبه للبصله ديروا غير وحده تكون كبيره شويه، المهم تكون متوسطه زعما الحجم ديالها مزيان. قطعوا هكا مربعات اللي هما صغارين، وغادي نزيد شويه ديال الربيع. بالنسبه للربيع البنات شوفوا شحال درت، تقريبا واحد جوج ديال المعالقات، ما تكثروش باش ما تجيش المرقه خضراء. الا بغيتوا ديروا حزمه ديروا، ولكن حتى هكا كيجي زوين كيطلق البنه ديالو. الا قطعتوها البنات ديروا غير واحد جوج ديال المعالقات، انتما راه ما كثيرش نهائيا. صافي كنعاود نخلي هاد البصله عاوتاني كتقلى مع اللحم. هنا زدت واحد شويه ديال الماء طايب اللي كنت مسخناه في المقراج باش ديك العطريه وداك الشيء ما كتحرقش، وكنخلي البصله كتهبط واحد شويه. نتوما شوفوا حتى كتبدا كدوب البصله كتهبط كتقلى. الحاجه اللي كتكون مقليه هي الحميه الدجاج كتجي بنينه في المذاق وكتجي زوينه، ما كيجيش داك الشيء اللي كيجمع كلشي في الكوكوط ويسد. هنا خديت واحد مطيشه حبه متوسطه حتى هي قطعتها قطع صغيره البنات، اما حكوها اولا قطعوها بحال كيما قطعتها انا. صراحه مطيشه كتعطي الوين، كي شفتو ما دايرينش التحميره كتعطي الوين لهاد المريقه، وفي نفس الوقت مطيشه راه كتختر، مطيشه كتخلي ديك المريقه تجي خاتره شويه. هنايا مرقت بالماء، الماء من الاحسن نمرقو به يكون سخون، احسن ما ديري ما بارد باش كتغي كي كتصفر لك الكوكوط كيطيب داك الشيء دغيا. المهم البنات صافي مرقت، درت القياس، انا كنحاول من الاول الملح ولا الماء ندير القياس هو هذاك باش ما نبقاش نزيدهم، حيت شحال ما زدتي من داكشي كيبزال. زدتي الماء كتبسلي الملح، اللهم ديريها حتى هي من الاول، هي حاولي مهم ديريها هي هذيك وصافي. شوفوا البنات هنايا القوق، اي وحده كتعرف تقطع فينا القوق، القوق قطعته وكنحمق عليه البنات، كاع داك القشور ديالو داك اللعيبه ديالهم اللي كتكلكليتها، ملي كليتهم كاملين رجعوا شناهي في زورق.
المهم هنايا ضروري كي كتشوفوا كديروا داك الاناء فين كتنقيوه وكتحطوا كديروا فيه الماء وفيه الملحه والحامض باش ما كيكحلش، وحتى يديكم دير واحد الطريف ديال الحامض حداكم، وانتوما كتقشروا كتدهنوا يديكم داك الحامض صافي باش ما كي كتسلي ما كتلقاش يديك كحالو. هنايا راه ستفتهم صافي في الكوكوط، درت عليهم الجلبانه كنحاول نحرك بحال هكا باش كتقيسهم ديك المريقه وديك العطريه وكلشي، كنهزها بالمغرف وكندير فوق منهم. هنا بمزه القوق والجلبانه البنات حتى اللحم راه فات، ماشي نقول لكم غير دار نص طياب عاد درت القوق والجلبانه، لا اللحم صافي كيكون قرب يطيب فات ديك نص طياب فاتها صافي ما بقى له والو يطيب، كتحلو عليه كديروا القوق والجلبانه وكنعاود نسد. اللي بغات دير شي حاره شي مزيده ما بقاتش ليا كديريها صافي وكتسدي عليه وكتخليه تقريبا واحد ربع ساعه، انا خليته عاود حليت عليه صافي كانت المريقه ها هي دي طايبه واجده. وصلت الوقيته ديال الغداء، كلشي مجموع على الطبله كيتسنى. هنايا غادي نقدم في التبصيل، البنات اللي بغات تقدم في الطاجين راكم عارفين مع الطاجين كيشد السخونيه مع هذا البرد، هذا واحد القضيه اللي كيبرد لي بحال الناس اللي عندهم البرد بزاف بحال الازر وافرام، المهم بزاف ديال المناطق كيكون عندهم البرد قاطع قاصح. التبصيل ديما قبل ما تغرفي فيه شليه بالماء السخونه، وما كملي كدير الطبصيل باش غادي تغرف فيه اللحم ولا المهم الماكله عدس اي حاجه، كتكون الكوكوط بحال هكا كتغلي هي كديرو حداها وكدير عليه شويه ديال، غير ما تحطوش بحال دابا نيشان على الرخامه، كتحطو على شي حاجه وكدير فيه الماء سخون من المقرش باش بحال داك الطبصيل كيبقى شاد السخونيه صافي. ملي كتبغي تغرف واحد المره نساتو حطيت المرقه فوق داك الماء، تعبت كتغرف قالت لي ويلي كنقول مال هاد الشيء مرق بزاف، قالت لي راه نسيت ما كبيت الماء. دابا هي كدير الماء سخون فاش كتبغي تغرف في الطبسيل كتحيد داك الماء سخون باش كيبقى زعما شاد السخونيه. المهم انا بغيت نقول لكم زعما بغيت تقدموا حتى في الطاجين طيبوا اللحم في الكوكوط عاد ردوا الجلبانه والقوق كيطيبوا في الطاجين وكيبقى شاد السخونيه وكيجي حتى المذاق ديال الطاجين زوين. وصافي كان هذا هو الغديوه ديالنا، اللهم اديما نعمه يا رب احفظها من الزوال، صراحه جات بنينه وكيف كتشوفوه في الصوره كيف جا في المذاق ما شهيتكم فيها البنات. انا غادي نختم معكم الفيديو وغادي نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، وشكرا كذلك على حبكم على تفاعلكم وعلى تعاليقكم الزوينه، غير ما تنساونيش من اللايكات ديالكم.